كاين هنا هو الشقيق ديال المحطة و تصريح المياه. إذا بناء على التصريح ديالو إن شاء الله في شهر فبراير 2022، يعني في هذا الشهر هذا، في الأخر ديال هذا الشهر، غادي يتم تصريف المياه المعالجة عن طريق القنوات اللي غادي ديال المصب واتسوس. قال بلي هذه الموافقة كتربط بواحد الشرط ديال وكالة الحوض المائي. علاش وكالة الحوض المائي؟ لحقاش وكالة الحوض المائي هي المسؤولة على مصب سوس وإلى آخره. دونك هذه ما كانتش في بالي بلي راه كاين هذا الشرط هذا. كاين اجتماع. وبالنسبة لتشغيل المحطة بصفة نهائية في نوفمبر 2022، نخلي لإخواني يدخلوا لي عندهم شي تفسير ولا شي تساؤل. لا يعقل أن لومارشي دوز في شهر 7، الصفقة دوز في شهر 7، حنا دابا في شهر 2 ومازال ما كاينينش ومازال ما بداوش الأشغال. راه لا يعقل، وحنا كنعانيو بشكل يومي مع السكينة فيما يتعلق بالاشكال ديال التطهير السعي. حنا راه الله يحسن العوان، عندنا احياء اللي كاينه في البيريفيري ديال المدينه، احياء الهامشيه ديال المدينه، راه كيعانيو الناس. راه عندنا داك الشيء التصور ديالو، الا شفتوا التصور ديال المعاشيه وديال ديال دوار ادريس، راه الله يراها لنا. راه لا يعقل، لا يعقل. انا اتصور ان المارشي ديال شهر 7 وحنا وصلنا لشهر 2 ديال العام الاخر، بقات 5 شهور العام والاشهر مازال ما بدات، ما غير معقول. وهنا راه هذاك المدير الجهوي، انا ما عرفتش انا اش كيدير هذاك المدير الجهوي ديال لونيف، ما عمرني شفت انا شي مدير جهوي 25 عام ولا 20 عام في واحد المنصب وما كيهز ما كيحط. يهز معنا الهم، لا جيجمو لا جيجمو. مؤخرا السيد الرئيس مشكور مشى قال له ودي، راه قالوا لي تما راه لا جيجمو داز. هذا هو دابا، وإلا كاين المشكل في هذا لا جيجمو عاوتاني ديال هذه الشركة، لا قدر الله، نقولوا حنا لا قدر الله يكون فيه لا جيجمو هذا لا جيجمو، يكون فيه عاوتاني إشكال، راه غادي نفوتوا شهر 7 ولا شهر 8. وحنا يوميا الساكنة كنعانيو معاها في هذا الإشكال. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم دوزنا الدورة العادية ديال شهر فبراير 2022 بالنسبة للجامعة الترابية ديال بيبرا، اللي جدول الأعمال كيتضمن واحد العدد ديال النقاط، والنقاط المهمة في هذا جدول الأعمال اللي هي كتعلق بالساكنة ديال المدينة، واللي سنين هذه والساكنة كتطلب بالشبكة ديال تطهير السائل ديال المدينة، خصوصا الأحياء اللي كيعانيوا من هذا المشكل، هذه المعضلة هذه. وبهذه المناسبة استدعينا الممثلين ديال المكتب الوطني ديال الماء الصالح للشرب، قطاع ديال تطهير السائل، اللي وضحوا واحد عدد الأمور والتزموا بما انه دازت الصفقه في شهر 7 2021، كاين واحد الالتزام بانه ان شاء الله غادي يكون الشروع في هذا المشروع هذا ديال تطهير السائل دوزيام ترونش ان شاء الله الرحمن الرحيم في اواخر شهر ابريل المقبل، إضافة إلى فاش الإخوان الأعضاء ومستشارات الجمعية تسألوا على المآل ديال المشروع ديال تهيئة المحطة ديال المياه العادمة والمياه المعالجة والتصريف ديالها للواد المصب واد سوس. الممثل ديال المكتب أعطانا توضيح بأنه إن شاء الله في أواخر هذا الشهر، هذا الشهر هذا اللي هو شهر فبراير، إن شاء الله غادي تبدأ تصريف المياه
اتجاه واد سوس ان شاء الله باش تحيد المشكل اللي كتعاني منه الساكنه، خصوصا الساكنه المجاوره ديال المحطه، اي داود واي الحي ديال المعله. اذا هذه بادره حسنه ان شاء الله باش نتهناو من داك الماء اللي كيخرج على برا. والمحطة إن شاء الله غتشتغل إن شاء الله في أواخر شهر نوفمبر 2022. يعني هذا المشروع هذا غادي يشتغل بصفة نهائية في نوفمبر 2022. إذا هذا خبر صار الحمد لله. على كل حال كما استدعينا ممثلة ديال الوكالة الحضارية ديال مدينة أكادير حول المشاكل اللي كتعاني منها الساكنة، خصوصا تصميم التهيئة اللي ما فاتئنا كنطالبوا به باش يخرج سنين هذه، اللي هاد تصميم التهيئة سالت المنفعة ديالو في 2010، ومما أثر على تنمية المدينة، خصوصا المشاريع ما عندناش الحق نديروا مشاريع في أراضي اللي ما درناش لها نزع الملكية. إذن بالنسبة للتدخل ديال الممثلة ديال الوكالة الحضارية حول تصميم إخراج تصميم تهيئة الحيز الوجود، إن شاء الله ابتداء من 22 فبراير غادي نبداو إن شاء الله في هذا التصميم، في تصميم تهيئة ديال مدينة بيورا. ومن هذا المنبر هذا كنبغي نشكر السيد عام الإقليم اللي عطى واحد الأهمية قصوى لهذا الموضوع هذا، وعطى الأوامر ديالو باش إن شاء الله هذا تصميم التهيئة يبدا إن شاء الله المفعول ديالو إن شاء الله من 22 في هذا الشهر هذا. تصميم المياه ديال الصرف الصحي بالنسبة للحي معلا كما قلت لي السي حسن لا يعطى معلا أكثر بكثير من الاحياء ديال بيبرا. حي معلا الناس ما مستفدينش نهائيا من الصرف الصحي، ومستفدين من الروائح الكريهه، لان حي معلا ربما هو اقرب حي للمحطه. وبالتالي الناس ديال معلا كيخلصوا الضرائب ومستفدينش من الصرف الصحي. يعني كيفاش غادي يخلص هذا السيد، غادي يخلص الضريبه ديال النظافه وما موفرينش عنده الشروط ديال النظافه من بينهم هذا الصرف الصحي. اشترك الان في قناه اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تيفي جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.